يوم القيامة إذا اجتمع الخلق وصار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار نسأل الله أن نكون من أهل الجنة ونعوذ بالله أن نكون من النار يرى المؤمنون ربهم وهذا من نعيم أهل الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تراه جل في علاه الله أكبر ما أعظمه من جزاء أعظم نعيم أهل الجنة أن ينظروا إلى ربهم لكن هذا النظر هل يدركون به رب العالمين سبحانه يدرك الابصار ولا تدركه الابصار فالابصار لا تدركه جل وعلا بمعنى انها لا تحيط به ولا تتمكن من ادراك ما له من كمال صفاته وبهاء وبهاء وجمال سبحانه وبحمده فبهاؤه وجماله وكماله لا يحيط به العباد إذا كان العباد لا يحيطون بشيء من صفة من صفاته فكيف يحيطون به قال جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه وهي صفة من صفاته فكيف يدرك العباد قدر ربهم ما قدر الله حق قدر الله أجل وأعظم من أن يحيط به عباده ولا يحيطون به علما سبحانه وبحمده